بونسوار. صحيح الملل منه مؤذي بجرعة معينة، بس هو مسؤول أنه يحرمنا من شغف الحياة وطاقة الاستمرار والنضال للتميز، خاصة اليوم بمجتمع عم بيعج بوسائل التأثير وكله عم بيحاول يأثر بكله، وكأنه كل شيء بهالمجتمع عم يقاوم لما نكون نسخة وحدة. بيقولوا ما تخجل إذا شعرت بالملل، بس اخجل إذا كنت ملول. عطول الناس الفضولية والمقبلة على الإنجاز والإبداع والحياة بتخلق من مفاهيم الإبادة والإماتة والعدم صراع داخلي للوصول وللنجاح، لأنه الفكر الفضولي بيعرف أنه النجاح مش نهاية، إنما النجاح هو فوز الخيال الابتكاري وتنشيطه بكل المجالات ليتكيف مع احتياجاتنا وأذواقنا الفنية، الاقتصادية، الإنمائية، التعليمية والتكنولوجية بدون حصر. ما منعرف مشاهدينا إذا كان الابتكار قبل أصعب أو هلأ، بس اللي منعرفه أنه هو أساس بناء البشرية وبداية تشكل صورة لحضاراتنا وثقافاتنا وتاريخنا لولا مرة وعمره ما وقف وما نضب. واليوم مشاهدينا ضيوفنا بيشبهوا بريء الابتكار وجوهره، بكروا كتير قبل غيرهم لينافسوا الكلمة والفكرة والصورة والإيقاع بسحرهم وخيالهم الابتكاري. بدي رحب مشاهدينا أنا وياكم بالنقيب ربيع بعلبكي، خبير باستراتيجيات التحول الرقمي بالتعليم ومنسق عام قطاع التعليم والابتكار بشبكة التحول والحوكمة الرقمية بلبنان. وبدي رحب أيضا بالمغنية العالمية الأوبرالية تيرا معلوف. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. شرفتونا. كمان بدنا نستغل الفرصة أن نرحب بجهاد أيوب اللي هو صحافي وناقد وكاتب أدبي من فريقكم، من عائلتكم، عائلة المبتكرين الفنيين والتكنولوجيين. أهلا وسهلا فيكم. بالبداية قبل ما نبلش ببروتوكول حلقتنا اللي هو أنه نبش باللاستين ومين مفعل ومين شايله، بدنا نحكي شوي عن موضوع حلقتنا اليوم اللي هو موضوع الابتكار. يمكن آخر فترة لمع اسم الابتكار بالعالم التكنولوجي، ولمع اسمك دكتور ربيع بعلبكي بكذا مجالات، وكنت عم بتطلع علينا بكتير مواضيع. يعني اسم الله عليكم، بدنا نقول لكم يعطيكم ألف عافية. الله وكمان بدنا نقول انه الابتكار هو قديم جديد. اليوم يمكن عم نسمعه بظل هيدي الثوره التكنولوجيه، وانما اليوم هو الابتكار موجود بكل حدا بلش او فكر يفكر، وخاصه بالفنون والفنون على اشكالها. استاذه تيرا، انت حضرتك اليوم نموذج لعالم الابتكار وتحديدا بعالم الفنون وبكذا محل. قبل ما نرجع نتطرق لمهامك وادوارك السماله متعدده، بدنا نعرفك، ومثل ما بنعرف كمان بدنا نبلش بالنساء اولا. بالاذن منك، هلا انت مفعله لاستين بتلفونك؟ لاستين بحب انا اخليها مثل ما هي، الناس بيعرفوا انا نايمه، انا واعيه، هلا قادره جاهزه قريبه للتليفون بقدر رد عليهم، وبحب كمان الناس يكونوا مفعلين لحتى انت ترتاحي لما بدك تحكيهم، ما تحسي انه يمكن هن كمان يعني نايمين او مشغولين صار لهم فتره بالشغل وهيك. بحب انا الشفافيه، بحب اعرف بالوضوح، بحب الوضوح، وبحب انه قادر اتواصل باسهل طريقه معك. بتحسي كل حدا يعني بيعرفك رح يعرف انه هلا انت نايمه، هلا قايمه، هلا عم تدرسي؟ طبعا كلهم اللي بيعرفوني لانه كثير واضحه وكثير شفافه. واذا بحس انه اذا ما بحط لاستين يعني يمكن خربت لهم شو تعودوا معي، لانه انا ما بتظهر بصورتك اللي بتحبي تظهري فيها. اي انا شلتيها. بحب انه خلص واضحه وموجوده وجاهزه دائما، اذا حدا عايزني بيبعث لي رساله وبجاوب لما اقدر. بيزعجيك اذا حدا شالها؟ اي اكيد، لانه بحس مثل كانه ما بده يتواصل معي. يمكن ما قصده انا، بس قصده مع الناس كلها انه انا ماني جاهز اتواصل معكم. هيدا الشيء بحسه انه يمكن بيقطع يعني بيعمل حواجز بين الناس لما يقدروا يتواصلوا، حتى اللي بتعرفيهم. ايه اكيد. القراب كمان. ايه بنزعج حتى اذا من اهلي عاملين هيك، لانه ما بتقعدي تعرفي موجودين شافوك، حتى انه يبين ازرق انه شافوا قريو لتعرفي انه اذا قريو بتطمني بالك وصلت الرساله اللي انت بدك توصليها، يمكن عم تقولي له انتبهوا في شيء هيك، بتعرفي انه وصل المساج اللي عم توصلي له. نعم. حضرتك كمتخصصه بعلم النفس، هلا سؤال هيك استباقي، شخصيه الانسان اللي بيحط هذا الخيار شو بيكون بده يوصل رسائل؟ كل حدا شيء، كل حدا شيء، يعني لما ما بدك حدا يزعجك
يمكن في حدا ما بديك يعرف انه انت على انه موجوده يقدروا يتواصلوا معك. يمكن في كثير اسباب، في اوقات نوع من الفوقيه، في اوقات بس لانه بحبوا انه يكونوا، يعني ما بحبوا كثير، يعني بحبوا يفتحوا للاخر. ايه يعني مش ضروري يكون شيء سلبي، بس انا برتاح اكثر اذا يعني الناس بيكونوا مع بعض عم بيشوفوك اكثر. يعني هلا كل اللي عم بيشوفوك بيعرفوا لازم يشيلوا لاستين. كل حدا اكيد هو حر. نعم اكيد نحن نحترم الاختلافات كمان نفسيه للاشخاص. دكتور ربيع بعلبكي، انا بالنسبه لي ما بعتبرها انه هو شرط انه اللاستين انه يكون الواحد مشغول ولا مش مشغول. يمكن يكون فاتح على اكثر من ديفايس، يمكن يكون اونلاين طالع بكونفرنس اليوم الواتساب صار بيسمح تعملي فيديو كونفرنس مع بالشغل وبصوت واضح وفي شير سكرين وفي كل المزايا اللي موجوده ببرامج تانية. فهو اصلا مش شرط، يعني من الشروط انه انا عملت لاستين. بس انا بحياتي ما لغيتها، يعني على طول مفعله انه ولازم يتقبل الاخر اذا انا ما قدرت ارد انه انا مشغول، وحارجع له اكيد وبس فقط لغير تو سامبلمون. صاحبة الصوت الملائكي بتغني ب 30 لغة لمعظم سفارات العالم ولبنان. طبعا حضرتك أيضا متمرسة بعدة مواهب وعدة مهام، منها مخرجة، ممثلة، متخصصة بعلم النفس، وأيضا أستاذة جامعية لمختلف أنواع الفنون، وكمان مثل ما ذكرنا مغنية أوبرالية عالمية. أهلا وسهلا فيك. قبل ما نبلش نسألك عن رحلتك بعالم الابتكار، خلونا نحضر هالفيديو سوا. بدنا نذكر انه هيدا مقتطف من مهرجان جرش اللي صار بعده لغات باربع اب، كان بمناسبه يعني عملته انه يكون بنفس الوقت ذكرى انفجار بيروت. نعم. وحطيت فيه كمان اغاني وطنيه، وكان يعني مثل عم خصصه للشهداء اللي راحوا، وكان الجمهور يمكن مش سامع بحياته أوبرا، بس عم بشرح لهم الأغاني قبل بكذا لغة هولي كانوا، ومبسوطين إذا لاحظت، يعني ما عم بيحكوا ولا شيء، عم بيتسمعوا. إذا إحنا هون تأثرنا كيف اسمع لها الصوت. كانت حفلة مهضومة حلوة. بالتوفيق إن شاء الله. تيرا، الناحية الابتكارية عند الفنانة تيرا أين تبرز؟ بأي أعمال حضرتك بتحضري مهرجانات؟ وهذا شيء كمان في فكرة عم تولد عندك، وخاصة أنه حضرتك بتتميز بالناحية السيكولوجية، يعني بتشتغلي كمان على نفسية المتلقي، شو الشيء اللي ممكن الآخر يشوفه، ولوين بدك توصلي رسائلك؟ فعندك مقومات كثيرة. قبل ما نحكي عن مقوماتك بالابتكار، أين يبرز الابتكار بأعمال تيرا؟
دائما الابتكار باعمالي او بغير اعمال، الابتكار بدك تلاقي شيء تحط منك انت، من شخصيتك، من تاريخك، من انت كيف ربيتي من انت صغيره لهلا، يمكن نفس الموضوع عم تحكي عنه وحدا تاني عم بيحكي عنه بيكون من غير وجهه نظر. اذا ما بتحطي منك بتكوني عم تنقلي، عم تكذي شيء حدا تاني عمله وعم بتحطيه هيك، بينما لما انت عم تحطي منك بيطلع شيء جديد وبيخلق شيء ما كان موجود، ما بيشبه غيره. ما بيشبه غيره، صح. انا بشغلي اول شيء لغني ب30 لغه، دائما هالتواصل مع الناس، مع السفرات، مع البلدان، دائما بلاقي بطريقه سيكولوجيه اكيد شو هن الاغاني او شو اللي بيأثر بهيدا الجمهور لحتى احطه بهالاطار كله، وبلبس الزي تبع هذا البلد. ويعني مثلا لما غنيت لبنغلاديش بعد ما غنيت كلمتين ثلاثه كانوا عم بيصرخوا، لانه الكلمات الاغنيه اللي اخترتها اللي هن بالنسبه لهم كثير بتعني لهم، انا تركت وطني وعملت. درستي جمهورك، درستي يعني جمهورك، كل شيء بدرس الجمهور وبغني لهم بطريقه ما لهم معودين بهذا الصوت الاوبرا، لهن معودين بالصوت اللي الناس المودرن بيغنوا الناس، حسوا بحسوا لانه الغنى الاوبرالي بيعطي هيك مثل عنفوان وذبذبات معينه بالفعل بحركوا لك مشاعري. كانوا عم بيصرخوا، كان في شيء 1600 بنغالي عم بيصرخ بالملعب مطرح ما عم غني مع السفاره، ويمكن كان هذا احلى شعور عندي لكل سفاره لما عم غني لهم بيكون احساس مختلف وكثير حلو، لانه عم بلمسهم بيجوا بيقولوا لي كيف غنيتي لنا لغتنا، بس عم غني للهند، قالوا لي نحن من السند وعم تغني لنا، يعني مش انه بس عم تغني للهند، عم تغني للسند، عم تغني كيف نقيتي، يعني عم تلبسي ثقافتهم، اللغه ده شيء عم بحسوا. عملتي كل هالافورت، عملتي كل هال يعني مجهود، سعيت كل هالمجهود لحتى تلمسينا وعم تلمسينا. ودائما يعني بحب كل مره يكون شيء جديد. بيقولوا لي لوين بدك توصلي؟ ما بعرف، هلا بدي لهون وبكره رح اكون بعد لغير شيء، ما في ضروري يكون في هدف حدود معين، بس حدود لا، ما في حدود. نعم، بدل فيك توصلي لمطرح حلو بعد. ترى هذا البحث خارج الصندوق التقليدي اللي احنا دائما بنحاول نطلع منه، وين بيبرز كمان غير بالتحضير الحفلات والتمازج الثقافي اللي حكيتي عنه؟ حضرتك كمان مدرسه بالجامعه، صح، وايضا انها معالجه ومخرجه وممثله، صح، وين كمان بيبرز الابتكار؟ هي بطريقه التعليم، انا بخلط كل شيء سوا، كل شيء درسته بوظفه، يعني بحط فايلات انا درست هول 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 براسي باللاوعي تبعولك بتخليهم، بس لما بدك تبتكري بتشيلي شوي من هون شوي من هون شوي من هون بتحطي لهم هيك خلطة وبيطلع شيء جديد. يعني عندي طرق عندي طرق كمان بالتعليم، بقول لهم تخيلوا انه هيك بيطلع تقنية الغنى مثلا يلي بتاخد 10 سنين ليفهموا مفهوم معين، بقول لهم تخيلوا انه هيك وبصير ضحكهم هيك دغري بيطلع الصوت اللي لازم يطلع، لانه انت لما تضحكي بتضحكي من الديافراغ، من انت لما بدك تتخيلي هيك بيطلع الصوت اقوى صوت عندك، صوتك الطبيعي بيطلع. هدول الطرق انا اخترعتهم، يعني المعلمه اللي علمتني الروسيه 11 سنه بالاخر في اشياء قلت لها هي بركن اذا بتقولي لهم هيك لتلاميذك بيطلع، علمتها انا شيء مع انه هي اللي معلمتني كل شيء بالغنى، لفتي لنظرها، بس لانه انا كمان معلمه لغير اشياء عندي طرق سريعه هيك بصير بقولي بركي اذا بنعمل هيك فبيرجعوا بيمشوا كمان. يعني نقطة القوة هي يعني اللغة، الاختصاصات، ولا طريقة الذكاء باستخدام كل هالأوتيل؟ إذا أنت مش مثقفة بالأول أو بتعرفي شيء ما فيك تبدعي شيء، إذا أنت حطوكي بمطرح ما فيه شيء ما رح تعرف تبدعي، بس بدك تشوفي اشياء بدك تقشعيهم بحياتك رح تبلشي تبدعي. يعني مش ضروري الواحد يكون بس انه دارس بالجامعه وهيك، بس اذا منك مثقفه يعني مجمعه ثقافه مجمعه معلومات ما فيك تبتكري، وطبعا في ذكاء اذا ما عم تعرفي توصليهم وتوظفيهم ليخلقوا شيء جديد، ايه طبعا هيدا بيأثر. نعم، أكيد. دكتور ربيع بعلبكي، ما هو الابتكار بشكل عام؟ هلأ كلمة الابتكار هي من
بكورة الأمور، يعني أول حدا بيعمل أول شيء. نعم. تقولي عبكير، تقولي البكر، يعني هذا مصطلح باللغة، يعني مصطلح اللغة. أما التأثير الأساسي أو الفعلي هو الأفكار اللي نحن منحولها لشيء عملي يفيد المجتمع أو يوظف أو يطور على الأمور شو ما كان الاختصاص. كرمال هيك نحن إذا حطينا اللي كانت عم تحكي عنه اكتناز المعرفة بدماغ الإنسان واشتغل على نيورال برين، اللي هلأ الذكاء الاصطناعي كتير عم بيشتغل عليه، أنه كيف بيطلع المعلومة من الإكستريمز، كيف بيطلع مش المعلومة بس، الفكرة، الإبداع اللي هي شرارة الابتكار. فطبعا كل ما كانت المعارف مثل ما تفضلت هي كبيرة وغنية، كل ما كان عندي قدرة أنا أنه أبدع وبعدين ابتكر. عشان هيك بيجي أول شيء عنا بالمعارف الاكتشاف. مثل ما نقول الطفل اللي عم بيكتشف، ومنقول نحن الكبار أو العالم عم بيكتشف، يمكن بالصدفة يكتشف، بعدين بيوصل لمرحلة أنه بده يخترع، لأنه بصير في قاعدة أنه يخترع على أساسها، وبعدين من الاختراع بيطلع عندي آلاف المبتكرين على اختراع واحد. بل أيضا الابتكار هو يؤدي إلى الاختراع، يعني ما في شيء اسمه براءة ابتكار، في شيء اسمه براءة اختراع، وما في شيء كمان بنفس الوقت اسمه حماية فكرة. مع أنه أنت بتقولي أنا أبدعت الفكرة، أبدعت هذه الطريقة، أبدعت هذا الأسلوب، بده يتسجل، بده يكون قدران يكون واقعي عملي وقابل للتنفيذ. نعم. في شغلة فيني أنا زيدها معلش. تفضل. الابتكار أوقات بيروح على الإكستريمز، على الآخر، اللي أوقات صار مأذي. يعني بدك أنت لما عم تبتكري بدك تلاقي الحل الوسط، مش هيك في بتجربي في فكرة طلعت، بس كيف بدك تنفذيها؟ يمكن تقشعي كل شيء كيف بدك تنفذيها، يمكن تكون عندك فكرة أنه بدي روح صوب هذا الاتجاه، بس تلاقي أنه رح في مطارح معينة بدك تكوعي بتغيري شوي فيه لحتى يطلع أزبط شيء يقدر يلاقي نتيجة بعدها. بس بتلغيها، ممكن تنلغى الفكرة؟ الأفكار ما بتنلغى بالقمع، بتروح يمكن. هو ترجمان الأفكار، الابتكار هو ترجمة للأفكار. أو قد تلغيها لأنه حسب أنت، إذا بيهمك أنه ما تأذي بتلغيها، إيه، بس إذا طلعت إلا ما حدا يرجع يستعملها للأذى، يعني إيه إذا كانت مأذية مثلا. عم نحكي هيدي فكرة، ما لازم تكون مأذية. لازم ما لازم تكون مأذية أكيد. بس في ناس نحكي شوي. إيه بس عم نحكي إنه في ناس بيستغلوها هيك قصدي، بينما المبدع ما كان قصده يمكن إنه يوصل لهيدا الشيء، مثل لما ما هي انوجدت ردا على احتياجاتنا ومتطلباتنا، اكيد ما انها مأذيه. ترى شو هي عوائق الابتكار عندك؟ هل كان عندك اليوم بلشنا انه بتنلغى، هل كان في عائق بحياه ترى بالابتكار؟ اوقات بتحسي لانه الابتكار بدك لحتى توظفيه بحدث معين، انه عوائق مثلا مثل لما تسكرت البلد أمنية أو سكروا كرمال كورونا، في أشياء إيه بتوقف لك هالابتكار، بينما بس بيضل جاهز، بيكون عم بيغلي جوا 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 ليرجع بوقت اللي لازم، واللي بتقدر تطلعيه ترجعي تعمليه. أمتين ترابط أكتر تعطي تنتج فنيا؟ أنا بنتج فنيا لما لقي أنه في ناس كتير جاهزة ومبسوطة لتسمع شيء جديد، لأنه الناس في ناس ما بيتحملوا شيء جديد، بدهم شو معودين عليه وما بدهم يغيروا. بتوافقني بالرأي؟ صح. انه في اشياء الناس بيرتاحوا نفسيا، انه هذا حتى بحسها كمان دائما عند الناس يعني دائما عند الناس حاططها قدامها البوصله، بيهمني يعني لانه بحب اتواصل مع الناس، والا كل هاللغات لشو؟ يعني كل الفنون من اجل الناس، الفنون دائما بتعبر عن حياة الناس، وبتلاقي لهم هيدي شغلة الفنون. أول شيء بتريحك، تفش خلقك بالفنون، الناس بس يشوفون بحسوا كأنه عم تحكي عني، يعني كأنه أنا عم بعبر، وبنفس الوقت بتلاقي لهم حلول لمشاكل ما كانوا مفكرين فيها. أنت بتكوني بهذا الفن إيه تكوين الوعي عند الناس. صحيح، بتقوي لهم الوعي، وبتلاقي لهم أشياء أصلاً كتير أشياء رجعوا اخترعوها من بعد ما كانوا بشي طريقة فنية، طلعون هيك أفكار
رجعوا اشتغلوا عليهم يعني ساينتفكلي علميا ورجعوا عملوهم فعلا كيف يعني بالفعل. حتى المؤثرين اليوم صانعي المحتوى اكثر شيء بيقولوا انه ليه نجحوا، لانه عم بحكي باسم الناس وكل حدا بحس حاله عم بيحكي، يعني انا هذا الشخص عم بيحكي عني، فهيدي النقطه كثير قويه انه احنا انه كل حدا بيطلع نحن نحس انه عم بيحكي عنا، فقديش هون الفرد والانسان هو مهم. ترى موضوع التكنولوجيا بحياتك قديش موجود؟ هلا طبعا لما انا عم اتواصل مع كل هالبلدان يعني الفيسبوك والواتساب وهولي كتير مهمين، واليوتيوب، وإذا مش موجودين ما فيك توصلي أصلاً هالفن اللي أنت عم تعملين لمطرح أوسع. يعني طبعاً قبل ما يخترعوا كل هالأشياء كنت على صعيد الوطن، أو إذا حداً بيعرف حداً من شي بلد بتعملي حفلة برا، بس هلأ صار فيك تتواصلي دغري دغري معهم من غير بلد. مثلا هلا باليونان حكيوني وزاره التربيه هنيك عم بيقولوا لي بليز سجلي لنا اغاني باليوناني، يعني بعد لغتنا ما سجلتي لنا، ما غنيتي لسفارتنا، بس نحن بهمنا تغني لوزارتنا نحطك على السايت ومحمسين، ولما غني لهم واو كانه انت من بلدنا، بتحس شيء هيك انه بيدقري. عن جد لمست حدا من كل الكرة الأرضية، غير إحساس. مهمة التكنولوجيا. التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي عن جد حلو. نعم. دكتورة بيع، أيهما أصعب، الابتكار الرقمي أم الابتكار الفني؟ بحس الابتكار الفني بده موهبة. الفني؟ إيه. يعني في موهبة، يعني لو ما عنده موهبة الصوت يمكن ما كانت موهبة الذكاء اللغة. يعني بدها تكتمل الكفايات عندها، مش بس بده يكون واحد مثقف وعنده معارف، يكون عنده مهارات، وبده يكون عنده فاليوز اللي حكيت عنها لهي الانسان. انا حتى بالابتكار ان كان بالفني او ان كان العلمي او بالريادي، رياده الاعمال ككل هي اوسع، ما هي بتبدا مع الانسان وتعاطف مع حاجات ومشكله، تطلع الفكره لهي تحل هذه المشكله. بعدين تنفيذها تكنولوجيا، اكيد التكنولوجيا ساعدت كثير، تفضلت لحتى انا بيعززها وبيسهلها وبيبسطها وبيسرعها وبيوفر وبينشرها اكثر. يعني هيدي التكنولوجيا الرقميه، يعني دائما لانه في تكنولوجيا القلم تكنولوجيا، بس التكنولوجيا الرقميه تحديدا. فاذا الفني اصعب من التكنولوجيا اكيد، لانه بده موهبه الفن، لما هونيك بيكتفي انه الواحد نحن هلا عم نشتغل على التربيه على ذهنيه المبتكر. من هون فينا نحكي عن السيء كمان بالتكنولوجيا، اللي الفن اللي عم بيعمل تدهور كمان ويتأثروا فيه الناس. يعني لازم هيدا يكون شوي، كنت عم قلك انه انت بتبتكري شيء ويمكن يوصل لمطرح مش لازم يوصل له، لازم يصير في مثل لجم او شيء طريقه لحتى يتنظم طريقه ما يأذي، يضلوا عم بيفيد ويضلوا عم بيعطي هالرساله الحلوه انه نحن صرنا ما زال فينا نتواصل على الكره الارضيه، لما بنصير يعني نتواصل مش نجرب نعمل بشاعات بهالعالم، نعمل شيء حلو سوا. هيدا اللي عم نجرب نجمع كل شيء، خلي يكون التكنولوجيا عم تجمعنا كلنا، مش عم بتخلينا نطلع اشياء ياخذ الوجه الايجابي من التكنولوجيا. صحيح. ترى نحن يعني متاسف انه وصلنا لختام هالفقره، لا يمال، وعن جد نحن حابين تكوني معنا اكثر، وعن جد فتينا خاصه انه معلوماتك فنيه، ودائما الفن هيك بطعم. هلا انتم كمان التكنولوجيا اليوم حياتنا مرتبطه فيكم، بس بتضل الفنون طعمها الخاص طبعا، يعني عندها الناحيه الخصبه بالابتكار. نحن بدنا نشكرك لحضورك المغنيه الاوبراليه العالميه، واهلا وسهلا فيك. مشاهدينا رح نتوقف مع بريك صغير ونرجع نكون معكم. عودة لكم مشاهدينا مع فقرتنا التالية. انضم لنا الإعلامي والكاتب والناقد الصحفي جهاد أيوب بهالفقرة الأخيرة من موضوع الابتكار. وهون بدنا نذكر أنه الكاتب والصحفي جهاد أيوب هو صورة نموذجية حقيقية وبحر خصب من الابتكار. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا. أهلا وسهلا فيك، يعني ضفت على فقرتنا هيك. سعيد جدا بالفكرة وأنا متحمس إلها، ويمكن حكايتك تحت الهواء. نعم. هذه الفكرة نحن، هي فكرة العصر. نعم. بس نحن اللبنانيين نحتاجها الآن. نعم. حتى نرجع نبلور
حياتنا وجودنا وننطلق إلى العالم، لأنه نحن تقوقعنا. وحضرتك وجودك كمل المفهوم، الابتكار ما بيكمل إلا بوجودك. تسلميلي. وجود دكتور ربيعة، وجود سمارك الحلو. شكرا لك استاذ جهاد ايوب. على فكره الغزل ابتكار، يعني مش كمان ما يعرفوا الناس. هلا بتعرفوا انه كل شيء ابتكار طلع. انا عم بدرس عم بعمل اعداد للحلقه، لقيت انه عالم الابتكار هو عالم كبير 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 بكل شيء. صحيح. الا الاشخاص اللي عايشين عدم واباده. هو انواع الابتكار، ما هو في انت بتبتكري على الابتكار بتطوري. نعم. ولكن هو بشكل عام الابتكار حالة إبداعية نحتاجها لأن فيها تميز، نحتاجها لأنه نتعايش معها باستمرار. نعم. وهي بتوصلنا للتطور الحياتي، الحياة باستمرار تتطور، ما فيك تعيش اليوم مثل امبارح. نعم. هذا أين أبدع، أين أبدع الصحافي والناقد جهاد أيوب؟ بأي المجالات بحياته؟ أوه سؤال صعب. شفت لازم الواحد يعرف الأسئلة قبل ما يطلع. لا أبدعت بجهاد أيوب، أنا سمعت اسمي، الله اللي أعطاني القوة والمقدرة، وأنا متصالح مع الرب أكيد يعني سبحانه وتعالى. أبدعت إني سمعت هالاسم المحترم، ولكن العمل الإبداعي يعني الكتابة هي عمل إبداعي، الفكرة عمل إبداعي، عمل ابتكار، الفكرة ابتكار، الأسلوب هو ابتكار. هون أنا أختلف عن الجميع، وهذا اللي أهلني أخذ جوائز عالمية عن الجميع، لأنه في أفضل مني، بس أنا سعيد أن يكون جهاد أيوب. هذه شغلة كتير مهمة. أنا اشتغلت بالتقديم، اشتغلت بالرسم التشكيلي، بالكتابة القصة والرواية والنقد. أنا ما بشبه حدا، عشان هيك كنت متميز. هذا ابتكار ذاتي لجهود الإبداعية. نعم. شوف الغرور. لا بس يعني الواحد قليل ما بيحكي عن حاله، بس انت سالتي سؤال شخصي كثير عشان هيك قلت هيك. هل بالنقد في ابتكار بعالم النقد؟ اكيد اكيد. النقد ما فيك اللي بتنتقديه اليوم بكره تنتقدي نفس الشيء، لانه اللي بيضحكك اليوم على بكره ما بيضحكك. نحن بدنا نغير ادواتنا، نغير باللغه اللي نحن عم نكتب فيها، المفردات بدنا نغيرها. اكيد نحن مثلا انا بكتب باللغه العربيه بس بدي بسطها، ما يعني اللي انا توصلت له ومن زمان ودائما على هالشاشه دائما بقول ما فيك تنتقدي بالاسلوب الاكاديمي، لانه هذا حجري جامد، وهذا ما في ابتكار يوصلك. هذا في الف باء الكتابه ضروري تتعرفي عليه، بس ما بيعطيك ابتكار لتتواصلي مع الناس. ضروري الابتكار يوصل للناس، والا شو له قيمه؟ عشان هيك المبتكر، عشان هيك المبتكر ما بيقدر يلغي الآخرين، وبده يكون حلقة من ضمن حلقة جماعية. في أنواع من الابتكار، الابتكار الإبداعي ببدايته بكون فكرة، هي الفكرة الابتكارية، ولكن التنفيذ بده يكون جماعي، بده ينفذوا الفكرة. التنفيذ ليس ابتكارا بل مهنيا، يعني على صعيد الرواية، على صعيد القصة، على صعيد الدراما، على صعيد الأغنية. الولادة هي ابتكار والباقي هو مهني. خلينا نشوف الرأي الثاني على التكنولوجيا. دكتور عم بيهز براسي يعني مقتنع. مقتنع هلا بده يضيف ويعطي الفرق بينه وبين عالم آخر. من أين نبدع أو نبدع أفكارا وحلول إنسانية ومنتجة بعالم التكنولوجيا؟ إذا بدنا نحكي عن العالم الإنساني، يعني طبعا هو المجتمع الأساس. نعم. ولكن لما بحط له إطار علمي، يعني اليوم في أحد الإطارات العلمية الموجودة متفق عليها بالعالم، مثلا أهداف التنمية المستدامة. نعم. واحدة من اللي نحن بنسميها مناجم الأفكار الإبداعية، لا حتى توصل للابتكار. مثلا إذا حكينا عن لنقول الهدف التاسع، اللي هو هدف بيحكي عن البنية التحتية بما فيها عملية التواصل والاتصال اللي رحنا هلأ فيه والتكنولوجي وكلها، هيدي بتوقع تحت هذا الهدف التاسع، والابتكار أيضا تحت الهدف التاسع. طب كمان إذا بنجي نحكي على التعليم، عندنا مثلا جودة التعليم، استخدام التكنولوجيا بقلب التعليم. هلأ اليوم صرنا بالكودينج وبالروبوتكس، صرنا بالذكاء الاصطناعي بالتعليم، شيء كتير متطور مع الثورة الصناعية الرابعة. فكمان هذا منجم لأنه أهداف التنمية المستدامة هي من المجتمع إلى المجتمع، وللحفاظ على المجتمع وللحفاظ على استمرارية المجتمع. هلأ عم ينحكى باستمرارية الأهداف، باستمرارية الاستدامة. نعم. يعني نحن لأنه تحددت من 20 ل 30، ولما ولدت إذا بتشوفي حتى الأهداف التنمية المستدامة ولدت كرمال تعمل ترشيد للثورة الصناعية الرابعة، حتى ما تروح على مكان في ضرر أو في أفضلية أو ما في عدالة رقمية اجتماعية. نعم.
سيدتي هو هون في نقطة كثير مهمة. تفضل. الابتكار احيانا ياتي من خلال الصدفة وليس من خلال العلم. العلم يطور. يعني في من احيانا كثيرة بنكون عم نفكر بابتكار شغلة معينة، اكتشاف شغلة معينة، بتطلع معنا شغلة تاني مختلفة كليا نعمل بنشتغل عليها، كما حالة الكتابة. يعني انا اوقات بضل 3-4 أيام بدي اكتب مقالتي. انا وعم بكتبها بتطلع معي فكرة، بتركها وبكتب الفكرة اللي طلعت معي بنت الصدفة. أكيد هي ما في شيء صدفة ومخزون بالعقل وربنا سبحانه وتعالى، أنا لا أؤمن بالصدفة بس أنه بنت اللحظة تشتغليها وبتعمل حدث رهيب وتتواصل مع الناس، على عكس المقالة اللي أنا ضليت 3-4 أيام وصارت أفكر فيها ولما نشرتها في إشياء. لذلك الصين تعتبر أنه تطورها ينبع من خلال تعليم الطلاب الأطفال لغة الابتكار، هو بيعرف هالشيء ووصلوا بالصين. تعرفي من أكثر الناس تطوراً بصناعة السيارات الكهربائية، هن كما أنهم الآن في الشرائح اللي هي بتفكر عني، بتكون عم تفكر بالشغلة بتلاقيها التكنولوجيا صارت هي تفكر عنك، عم تفكر مثلك وعم تسبقك بالإحساس وبالتفكير اللي أنت بدك إياه. في محلات بتطلع هيك منطورة ابتكاريا، بس في تجارب كمان. التجارب أم الاختراع. نعم. التجارب أم الاختراع، ولكن في لذلك في كتير أطفال بيبتكروا إشياء أكثر من اللي متعلمين. يعني العلم لحاله ما بيكفي قد ما بتكفي الموهبة في الابتكار. أنا بعطيكي شغلة عن الفن. يعني سيدي صباح لما صار في غزارة بالإنتاج الفني وبعدد الفنانين، قررت أن تبتكر شيء بخصة، ابتكرت الشكل، اشتغلت على الصورة. نحن اليوم نعيش في عصر الصورة. الشكل اللي شفتيه صباح، الشعر وكذا وكذا، هذا ابتكار شخصي. اليوم بس تشوف واحدة شقرة بتقلها صباح. إيه الآن بأوروبا. صورة نموذجية للشعر. الآن بأوروبا من 5 سنوات أعادوا كل الموديلات الشعر والشكل صباح، كلهم الناس العاديين، طلاب الجامعات، طالبات الجامعات والفنانات. هي ذاك من كم سنة مثلاً، من 53. هذا ابتكار، لكن هذا ابتكار بالمهنته، هي خاص فيها. ما فيك تعمميه لكن تتواصلي معه. العلم بتصير تعممي الابتكار. دكتور ربيع، شو هي الموارد اللي بتمدنا بالابتكار والابداع؟ هلا طبعا كمان حارجع اقول انه هي حسب الزمن. يعني هلا نحن بالثوره الصناعيه الرابعه. الثوره الصناعيه الرابعه عناصرها العشرة: ذكاء اصطناعي، بيج داتا اللي هي هلا قصه كلها، البيانات وتحليل البيانات اللي بتعتمد عليها حتى الذكاء الاصطناعي، انترنت الاشياء او انترنت الانتاج، عندنا الروبوت، عندنا الكلاود كومبيوتينج بما فيهم المنصات التواصل الاجتماعي اللي هي اكثر استخداما، فعندنا الاميرسيف تكنولوجي، يعني كل شيء تكنولوجيا انغماريه، الفيرتشوال رياليتي، اوجمنتد رياليتي، اكستندد رياليتي، ميتافيرس انفايرمنت اللي هلا صار يعمل ديجيتال توينينج لهذا الدرجه مع دمجه مع بقيه الاليمنتس. عندنا السايبر سيكيورتي، عندنا الانتجريشن لما بيصير مع الاقمار الاصطناعيه، بيصير مع تكنولوجيا حديثه طلعت. وفي عندنا الفابريكيشن اللي هو اللي على ال 3D برينتينج، وهلا بتسمع كثير بموضوع البلوك تشين وموضوع الفينتك والديجيتال كيرنسي والتواصل اللي هو بيكون رقمي بامتياز. يعني هدول العناصر العشرة، كل عنصر منهم او اذا قلنا كلهم بالثوره الصناعيه الرابعه، هن ولدوا اكثر من 300,000 مهنه جديده. صح، وهن لغة العصر تماما. وبنفس الوقت اذا تزاوجوا بيولدوا كمان بعد مهن اضافيه وابتكارات بالملايين. يعني هيدي هون الموارد الاساسيه اذا بدنا نحكي من الناحيه العلميه. هلا اذا نحكي من الناحيه الانسانيه والناحيه الاجتماعيه، بنصير اكثر عم نفسرها بمهارات الديزاين ثينكينج، وكيف بيصير عمليه التعاطف مع المجتمع، تطلع الفكره لحتى لحل له مشكله حتى لو شغله بسيطه، وبعدين بنعمل لها ديزاين او بنبحث عنها اذا موجوده ولا مش موجوده حتى ما اكون انا عم بعمل شيء موجود، وبعدين بيصير تصميم لها. هلا اذا بدها عمل مجموعه او بدها شغل فردي كرياده اعمال لحتى لانه اقدر انا احول هذا الابتكار الى نموذج لبروتوتايب، وبعدين هذا البروتوتايب يحتاج انه يدخل الى المجتمع من خلال الرياده. يعني هيدي الطريق، هيدي مهارات، يعني اكثر ما انها تكون هي موهبه او ابداع، هيدي طريق الوصول الى الابتكار، ولكن المورد الاساسي الان هو الثوره الصناعيه الرابعه. على فكره هذا العصر الان، يعني في كثير ناس اميين بهذا العصر، يعني متعلمين العلوم الدنيويه.
نحن مع الزمن اكيد مش رح نكون موجودين، الاجيال اللي بدها تجي قد تتهم بالاميه، يعني اللي متطورين هلا اللي الدكتور المتطور هو هلا محتمل مع الايام بتصير بنصير نحن اميين، او بيكون بيعرف تكنولوجيا وبيبطل امي اذا ما بيعرف يكتب. لا هلا في كثير من الادباء اليوم امي او مش امي بحسب التحاقه بالعرب، في كثير من الادباء العرب وانا من خلال لقاءاتي يعني ومشاركاتي ما بيعرفوا يستخدموا التكنولوجيا المعاصره، وما بيعرفوا يعملوا الواتساب وغيره. هلا نحن بنعتبرهم اميين وهن شو متعلمين ودكتوراه بالادب وغيره، بس هن صاروا هلا بهذا العصر اميين، ما التحقوا بالعالم التكنولوجيا. نعم. وفي منهم في ناس بتبرر وبناء، بدي ألفت هالنظر لإلها وأكيد رح يشجعني أنه نتخطاها. في كتير مش عم خليكي تسألي لأنه مخزوني امتلأ. في كتير بدنا نشتغل عليهم ليتطوروا مع العصر. نعم. يعني في جيل معين بقول لك أنا شو بدي عيش عصري عصر غيلي، أنا بقول هذه حماقة. ما دام أنت عايش ما زال الحياة بتلبق لك، العصر إلك. حضرتك هيك كنت يعني هيك بعالمك أكيد. الابتكاري أكيد ملتحق بالسوشيال ميديا. ايه معلوم انا بخوف بالسوشيال ميديا، بس كمان ناقصني كثير علوم لانه العلوم اللي عم بيحكي عنها الدكتور سبقتنا. يعني نحن كمان عايشين بلبنان بلد الانقلابات الحياتيه العنصريه والتحولات الدينيه الطائفيه، هيدي عم تاخذ من وقتنا كثير، نحن ما عم نلحق الابداع. انا بحسده نحن للاسف نحن اوقات مضطر نرد على بعض السخافات، هيدي بتقلل من ابتكاراتنا ومن ابتكاراتنا ومن رؤيتنا ومن التقوغع بالمحل الصحيح ومن بالفعل صحيح. لذلك بدي في يفهم اللبنانيين وهذا الوطن للجميع والله للكل، بس نفهمها بننتصر. احنا توقف مع بريك صغير ومن بعدها رح نسمع نقدك وارائك حول الابتكار بالمسلسلات، احنا كمان ضاغطين من ابواب رمضانيه نجهز. مشاهدينا بريك صغير ونرجع نكون معكم. أستاذ جهاد أيوب، أين يبرز أو أين برز الابتكار بعالم المسلسلات هيدي السنة 2024؟ كان في ابتكار؟ نحن بيعتبروا هني على عكس تمام، يعني هو صار عندنا تقنية عالية بالصورة بطريقة الإخراج توصيل الصورة وبأداء الممثلين. يعني لأنه نحن قليل ما عندنا مخرجين عندهم رؤية، للأسف صارت هذه مرض منتشر في العالم العربي ككل، في شوي بسوريا صار الممثل عم بيعتمد على حرفنته وعلى نجوميته وعلى غروره وادعاءه، لأن الممثلين العرب كلهم دون استثناء حتى لما يقولوا عني معقد بتقول الغالبية صاروا هني أنبياء وهني سياسيين وهني أطباء وبدهم يطرحوا وبدهم يحلوا وبتعدي معهم. يا عمي أنت فنان على شو بتقعد حاد تعاقد الجيبين وبدك تقتل وبدك تقتل. صار عندهم فوبيا أنهم هني آلهة. نحن الابتكار بالدراما للأسف هي بهالإشياء الفنية اللي عم بتصير وبالصورة وبالألوان وعم بيتفزلكوا عم بيشوهوا، إشياء تكنيكي من أكثر تكنيك، لأنه الإبداع بيكون دائما من القصة، القصة يبتكرها فرد، والقصة يجب أن لا تشبه القصص الثانية. والدليل أنه عندنا ملايين القصص تحت الصحن، عندنا قصص نحكي بس على لبنان، قصص الدراما اللي عم يسوقوها بالبشترك هي مسروقة من التركي ومن الكوري ومن الهندي ومن المسلسلات من الأفلام الأمريكية. وين الابتكار؟ أما إذا كانوا يعتمدون على أنه كثرة الأحداث هو ابتكار فهو جهل وعباطة، لأنه أحداث الدراما العربية اللي كانت هذه السنة تسوقت وعند الجميع إلا القليل في السوري، وأنا يعني السوريين طالعين طلعة، بس يا ريت يخففوا الفكر الداعر، الرقص والمرأة بتبيع جسدها بسهولة وإذا ضاقت فيها الدنيا بتروح على الليل وغيره، هيدا يعني كل شيء موجود بس ليه نحن نسلط الضوء عليه بهالعشوائية وبهالحقد على المجتمع. فهلأ عم بيتابعوا بطريقة أنهم بيسرقوا بيكسفوا الأحداث، والأحداث لا تنسجم مع القصة بحيث بتشيلي كل هالأحداث ما بيأثر على القصة، والقصة الأساسية مسروقة. وعندنا كذا مسلسل إذا بتحبي بحكي يعني بفضح الأسماء والكاتبات خاصة البنات، ما بعرف لا والكتاب بس الكاتبات البنات بس على أمل كده بيشبه مجتمعنا. لا القصة مأخوذة من مسلسل تركي 8 حلقات، القصة الأساسية قاموا هن اشتغلوا عليها بذكاء، الممثلين أبدعوا، مخرج حنا ميلاد حنا رائع، وهون
ابتكار الرؤيه، رؤيته الاخراجيه كانت حلوه، واشتغل كمان على ممثلين، ولكن مسلسل بيشبه بعض التفاصيل في المجتمع اللبناني، بس كمان كثير يعني كثير رايحين لمحل كثير كثير هالقد، وبعدين مصرين ما بعرف يعني بالدراما العربيه مصرين يروحوا كثير على غرف النوم، البطل اللي لازم تنام مع اكثر من بطل. نحن في الدراما العربية بس خففوا من الخيانات، كان كل رمضان كان في كتير خيانة. لا يا عنا مية، أنا جهاد أيوب تابع 130 مسلسل، 135 خيانة في مسلسل. نعم. واحد سوري اسمه أغمض عينيك. نعم. كان كتير متزن، قصة اجتماعية تعالج مريض توحد، بتعالجه كيف بدك تتعاملي معه، أخذ نسبة مشاهدة عالية جدا. المخرجة ما لبست نص كم مثلا، أنا مع اللبس عادي حرية اللبس بس بيكون بمحله مثلا، ما في صريخ، ما في خيانة، في فساد الحاصل هلا بسوريا مرقوه بطريقة بدون دم. الدراما العربية، المصري المرأة فاجرة، السوري المرأة خائنة، اللبناني المرأة في كل سرير، شو بعد، الخليجي المرأة مشتتة مسترجلة قوية حامل السيف بدها تقتل الكل. هاي المرأة العربية كارثة، هذا السنة عم بحكي يعني. أنا عم بعالج ما يعاني. فأنت عم بعطينا النقد، بلاش بالنقد. بالنقد، النقد ابتكار، واللي أنا عم بحكيه هو ابتكار يخصني، لأنه هو يعني بعد ما أنا اشتغلت على حالي أكيد من وراء العلم. الآن نحن رايحين لمحل كثير ومش عم بيفهموا أنه الصورة لوحدها ما بتكفي. يعني أنا لما بدي أحضر أكشن بروح على هوليود لأنه يعني إنتاج ضخم وصورة صح وبيقنعوك، أنت بتعرفي أنه هون عم بيمثلوا بس بيقنعوك، فيا بتتقدوا الشغلة يا بتقعدوا ببيوتكم. وهالكثافة بالدراما يعني أنا لحقت 130 مسلسل، أكيد في أكثر يعني. اليمن بأزمة، شو بدي لحق الواحد؟ اليمن بأزمته قدم 10 مسلسلات. العراق رغم اللي صاير فيه قدم 20 مسلسل وبجنون في إنتاج، بس ما بيشبهوا بعضهم، رايحين شوي على مصر وشوي على بدون يسيروا الخليجي، يعني ما بيشبهوا العراق. الخليجي السنة الكويتي سقطة كبيرة، 44 عمل وما فوق. في عمل سعودي بتوقف، عملين سعودي، الشرر وخيوط المعازيب بتوقفي عنده، خيوط المعازيب في شوية ملاحظات بالإخراج يعني. شرر كتير مهم وعم بيحكي عن مرحلة حساسة بالبادية السعودية. أما الباقي بالخمسين مسلسل ما بتوقفي عند حدا، في تشويه للمجتمع، هذا مش ابتكار إلا إذا كان مقصودا، كارثة. نعم. مش يمكن لا يوجد ابتكار في الدراما العربية، وهنا مسؤول عن كلامه وحطي ثلاث شحط. نعم. لأنه نحن القصص أنت بدك تبتكري بالقصة من ثم برؤية المخرج، نحن ما عندنا قصة لنبتكرها للأسف. طب مش يمكن هاي القصة بتشبه هالمجتمع وهي المرحلة اللي احنا فيها، نحن المرحلة التاريخية بتشبهها، نحن اليوم نحن ليش نضحك على بعض؟ نحن عندنا هيك. لا ما عندنا كله هيك، أنا أهلي مش هيك مثلا، حضرتك مش هيك، حضرته مش هيك، أنا مثلا مش مجرم. نحن اليوم فتحنا، نحن اليوم قرية كونية، نحن اليوم بطل بس بطلت خصوصيتنا. لا لا، كل الدول يعني كل العائلات، القرية الكونية لم تغل، ما لغيت المحلية، لغيت بيتك وبيتي، عمك وعمي، خالك وخالي، مجتمعنا الصغير. المرحلة الراهنة يعني، طالما أنا اليوم على بتصل بكل دول العالم. أنت برأيك حياتك كلها واحد ما بيعجبك تذبحيه تقتليه؟ اكيد لا. طيب انت برايك هالحبوب الحروب هلا شايفين حرب غزه مثلا، ما فيك تعملي مليار مسلسل من احداث غزه، احداث لبنان. انا راح اعطي اكزامبل، صار في برنامج مسابقات صاروا يتصلوا من كل، الحمد لله من كل الطوائف الفقراء، عم يترجوا لها يعطيهم هديه ب $100 يعني معناتها في فقر. طيب هي المره اللي اتصلت عمرها 70 سنه قالت له دخيلك اعطيني مصاري معي سرطان، هذه مش حاله بتعمل دراما؟ نعم. طيب ليه نحن ما قدرنا نوصل لها؟ ليه بهوليود واصلنا؟ يعني بهوليود وحده مع سرطان قال الحكيم بتعيشي 6 أشهر، الفيلم عن قصه حقيقيه بتعيشي 6 أشهر. رح نحكي بموضوع ثاني عن الابتكار، البرامج، هذا ابتكار البرامج. ابتكار البرامج ينطلق من الفكرة، عن هيدا البرنامج تحديدا اللي انت عم تحكي عنه قديش كمان بحق لنا ننتقده. ما بعرف اذا في احكي عن انه كان على الـ LBC لزميلنا الممثل حنا، يعني وسام حنا
عمل شعبيه منيحه بالفعل. عندنا ملاحظات بس انه تبين انه اللبنانيين عندهم مشاكل كثيره من تحت الصحن، عندنا مشاكل. طب ليه ما بنضوي عليها؟ مش حضرتك عم تقولي هيك عايشين؟ طيب عايشين بهذا المشكل. عندنا دعاره، مين قال لك ما عندنا؟ ولكن بالمقابل عندنا ناس متزنة، عندنا سيدات محافظين على أخلاق، عندنا شباب لا يؤمنوا بالعنف. يعني مش معقولة أنت ما عجبتيني أم قتلك. المسلسلات السورية كلها هيك. هذا عم بيضايقني. يا عبد الله اقتله، قتله. يا جود اقتله، قتله. ما في دولة. فيك تحدد عن أي مسلسل؟ كسر عدم، كله 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 كسر عدم. أولاد بديعة، أولاد بديعة مصيبة المصايب. ولكن تقنية عالية بالتمثيل، ممثلين رائعين، مخرج رائع، مال القبان انه ماخذ قصه عن سوق الخضره بس ليش عم تفوت الجريمه والدعاره بهالطريقه المخيفه. هلا اشتغلوا بالنهايه كانت حلوه، ولاد بديعة نهايتهم بتفقع من الضحك. يعني تلميذ بالابتدائي حلو، تلميذ بالابتدائي ما بيقبل هالنهايه، مسخره يعني. وبرروا الجريمه ومجدوا الفساد. نهاية الحلقة انه الفاسد فيك تكوني فاسدة بتصيري مواطنة صالحة، كيف هيك؟ قتلتي كل هالناس وانت سارقة ملايين وسارقة ذهب الدولة بالاخر اديها بدمشق بدك ترجع، في كذب. هلا الدراما كمان لأوضح شغلة، ليس مطلوبا من الدراما ان تنقل الحدث مثل ما هو، والا بتحطي كاميرا وبتنقلي الشارع. نحن ناخذ بالابداع موتيفي ونعالجها. موتيف صغير ونعالجه، هذا هو الابداع. وهذا هو الابتكار الذي يبنى من خلال البيئة والمجتمع ومن خلال رؤيتك أنت لهذه التيم اللي أخذتيها. أما الحاصل اليوم يعني مسلسل فيه قصة بحطوا 22 خيط درامي، خط درامي، ولما بينهوا القصة وبينسوا الخطوط الدرامية. نعم. لا لا، نحن هذا العام في سقطة كبيرة في الدراما العربية، حتى لا أطول أن نستفيد من الأستاذ. بدنا نشكرك لنقدك بالفعل. احنا هالحلقه هذا الموضوع بده حلقه ايه اكيد، لانه الدراما هي ابتكار. نعم، ولكن هي ابتكار جماعي بعد ما تجيبي الموتيفي الفكره وتشتغلي عليه. نعم. دكتور ربيع بعلبكي، كيف منربي المبتكر اليوم؟ ثقافه المبتكر، الانسان كيف منربيه على بيئه المبتكر؟ انا بعتذر طولت عليك. الله يهمك. عم نستفيد من شيء جديد، انا ما تابعت ولا مسلسل يعني مثلا. يعني بس بيهمني طبعا انه التكنولوجيا يمكن بتسمح لك انك ترجعي تحضري اذا في شيء مهم او مؤثر. هذا شيء من الشغلات المهمه بالتكنولوجيا. هلا ذهنيه المبتكر، طبعا نحن تبنينا مبدا حق التربيه على الابتكار للجميع، وقدرنا وصلناه الى مراحل متقدمه بنحكي عنها حتى مع المركز التربوي والبحوث والوزاره والمدارس اللي نحن منتبعها، وليس فقط على مستوى لبنان بل على مستوى العالم. لما وقعنا اتفاقيات مع بريطانيا، مع أكبر جمعية عمرها 91 سنة بتكنولوجيا التعليم، وتعنى مباشرة بهذا الاختصاص، لأن تكنولوجيا التعليم هي باب إلى الابتكار في التعليم والتعلم والتربية. لأن بدها تواكب الثورة الصناعية الرابعة اللي هي أساسها اقتصاد معرفة واقتصاد عصبه الاقتصاد الرقمي. نحن بالنسبة لنا بنجي بنشوف الأمور بطريقة أنه في كفايات معارف معينة لازم تنعطى للمجتمع بأي، يعني حتى بالتربية بأي فئة عمرية. نحن مقسمين وعاملين برامج، في أكثر من تجارب مثل ما تفضلوا وحكيوا، بالصين، باليابان، بماليزيا، بسنغافورة، بفنلندا، يعني في تجارب كثير متقدمة على هذا المستوى. وطبعا ما ننسى انه امريكا كمان عندها قدرة هائلة على اذا بنقول تسويق المنهجيات مثل ستيم وستيم، نحن ابتكرنا عليها ستيم بلس بلس. والامريكا تسرق الابتكارات، مش مشكلة وبتسوقها. بس عندها قدرة هائلة بموضوع فعلا التسويق. وبالنهاية في شيء واقعي، يعني انا اليوم بدي اربط بين المناهج، بين هالمعارف وهالكفايات بدها تكتمل معي بمهارات، وخاصة الديزاين ثينكينج والكرياتيفيتي ثينكينج، لأن أساس غير المهارات اللي هي صارت متفق عليها الست بالأمم المتحدة. وبرجع بروح على موضوع الفاليوز، لأنه موضوع الفاليوز هو حصانة وبنفس الوقت بيعطيك قيمة كبيرة ودافعية للإنتاج وللابتكار. يعني ذهنية المبتكر بدها بهود ثلاث مراحل تشتغل، وبدي بيئة حاضنة.
البيئة الحاضنة مش بس إنه القوانين، يعني أنا عندي قوانين وعندي تمكين وعندي الأدوات التكنولوجية اللي هي كتير عم تلعب دور، بس كمان في عندي أنا مثلا إذا بدي ابتكر بعالم الكودينج والروبوتكس أعمل نماذج صناعية تخدم البشرية، أنا بحاجة أبدأ بميكر سبيس، يعني بمشغل ابتكاري. هلا هذا الموضوع جدا أساسي لحتى يقدر كل حدا ويعطي عدالة، بما أنه صار متوفر للجميع القدرة الشرائية على أدمغة اللي بتشغل الروبوتات بكلفة كتير كتير متدنية. تسمحي لي أسأله سؤال، يعني أكون محلك حضرتك إعلامي كمان أستاذ، ليه عم بتغيب وزارة التربية مثلا والأطفال بالمدارس؟ لأنه أنا رأيي المتواضع، لأنه أكيد أستاذنا أنت، بس رأيي كمان حتى نستمر بعملية الابتكار يجب أن نبتدئ أن ننطلق من الطلاب الأطفال. صح. يعني ست مرتين أنت ما غيبت أنه أنتوا لازم يكون لكم حصة كبيرة بوزارة التربية تقتحموا المناهج التربوية وأن تتواصلوا مع الأطفال. ليه عم تغيب الطفل؟ هو بالحقيقة مش تغييب قد ما هو عمل بارلل، يعني اليوم أنا إذا ما مكنت الأستاذ ما بيقدر ينقل ذهنية المبتكر، أنه كان تحديدا السؤال عن كيف أنا بدي ربي على الابتكار على ذهنية المبتكر. اليوم الأندية كترت، أنا مع الأندية جدا شغلة مهمة أنه أنا عندي أندية لتواكب التطور التكنولوجي وخاصة اللي بيؤدي إلى الابتكار، ولكن هذا غير كافي إذا ما صار بالمناهج طبعا. كرمال هيك المركز التربوي والبحوث هو تبنى موضوع الابتكار يعني بطلب من عندنا من الشبكة وبشبكة التحول والحوكمة الرقمية اللي تعنى بحوكمة الأمور على كل القطاعات، وفي قطاع اللي أنا متخصص فيه هو تكنولوجيا التعليم والابتكار بشكل خاص. فنعم تبنت الوزارة. طيب كمان بعد إذنك تفضل. تبني الوزارة هل يكون فعلي؟ لأنه مثلا في مدارس في لبنان نعم لاغية حصة الرسم، صح، وهنا ابتكار، ولاغية حصة الموسيقى والتكنولوجيا نعم، ومدارس سرع 30 و40 سنة، وأنا بعرف أسماء يعني. طيب هذا شو كيف بده يطلع التلميذ عندهم مبتكر إذا هول الأشياء؟ لأنه في كثير أينشتاين كان كسلان كثير، وأنت بتعرف الأستاذ كان يقول له يا عبيط نحن عشنا بفترة منيحة بعصره. نعم بعد بس هيك قصدي اللي تفضل فيه طبعا هو حقيقة. مع الأسف نحن مادة التكنولوجيا من 27 سنة انشغلت وتكلفت عليها تكلفوا عليها ملايين، ولغيت بسبب بسيط، مشان هيك كنت عم اقول لك نبلش من فوق لتحت. صح. لغت لسبب بسيط انه ما في الاساتذه متوفرين ليعلموا الماده وما في مختبرات ليشتغلوا فيها. يعني تخيل انت لما انت بتلغي مواد بهالقيمه هي بهالقوه، وانا اطلعت عليها حتى اللي من 27 سنه للمناهج التكنولوجيه خاصه يعني بما يخص لانه انا بفوت بالتكنولوجيا حتفوت على كل الابداع اللي حضرتك تفضلت فيه. فحقيقة كان عن جد جريمة مؤسف. هلأ لا هلأ بالمناهج الجديدة هي وضعت كإطار وإلى لجان، هي وضعت بالمناهج بس لا تطبق بالمدارس. صح صح. بالمدارس الخاصة هي في تقدم مش كله أكثر. أنا قصدت المدارس الخاصة بصراحة، بالرسمة كمان العيادة الخاصة أنه بدهم طلابهم ينجحوا عديوة، يعني بدهم طلابهم ينجحوا 100%. انتبهي نعم، بدهم طلابهم ينجحوا 100% ليحطوا يافطة يجوا الطلاب العائلات. دائما بالوزارات في استثناءات خاصه بلبنان، يعني هلا التوصيات والجهود. هذا التسويق، يعني هذا التسويق العموم. نعم. بقول لك قد ايه انا بجيب نتيجه بالامتحانات الرسميه، وهذا كثير خطا، بيلمع اسم المدرسه. ما بقى في سكورينج للعلامات بالتعليم الحديث. يعني انا بقول شغله دكتور، انه كل اللي كانوا اوائل بالفتره المدرسه اللي انا كنت بالابتدائي والثانوي مثلا، كل اللي كانوا اوائل، ونحن كنا يعني بمرحله الابتدائي كنا عادي، بس المتوسط الثانوي كنا من الاوائل الحمد لله. كل اللي كانوا اوائل فشلوا بالحياه. ما علموهم شو يعني الحياة. ايه نظريه نفسيه الوسط هن اللي ابدعوا. وما بيكفي المعارف، ما هيدي الفكره يعني. وبعدين في حدا اللي بيقدر اللي بيفكر انه هو احسن ووصل كمان بتكون عم تاكلوا الايام وبتسبقوا المبتكر. المبتكر بده يلغي الانا 100%. المبتكر بده يلغي الانا وبده يروح لعند الجماعه.
أنا قلت بالمقدمة إنه النجاح مش الختام، يعني النجاح هو أهم زي. نحن بدنا نتشكر حضوركم، أنتم عم تحكوا، أنا أتأسف إنه بطل في معنا وقت لأنه نقاش جدا جميل مع قامتين علميتين. لا هو العصر والمستقبل له. عفوا أنت أستاذنا، وبشكر على هالفكرة البرنامج لأنه نحن نحتاج هذه النوعيات. قد لا يأتي بمعلن وبنسبة مشاهدين عالية، لكنه بيحفر بذهنية المتلقي. هذا المطلوب. نتشكركم نتشكر حضوركم وتواجدكم معنا، وأكيد وعد مني لكم رح نرجع نقعد هالقعدة ونتناول موضوع الابتكار. نتشكر حضوركم. شكرا لكم. شكرا دكتور. وأخيرا، الحرب الوحيدة لما فيها دم أو قتل هي حرب المنافسة والنجاح والنضال للوصول للتقدم والإنجاز والنجومية. بكروا بالابتكار، لأنه التأخير هو البكرة الواعد لحدا تاني قدر أنه يخلق جدوى ومعنى وطعم وذوق ولمسات خاصة فيه بروحية خاصة فيه. مشاهدينا، للأسف وصلنا لختام حلقتنا معكم لليوم. ما تنسوا تتابعونا كل سبت والسبت القادم بعد الأخبار. تصبحوا على ألف خير.